بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لو هتضحي في العيد اعرف الجزارة هياخد كام. متابعينا لأول مرة رجاء الاشتراك في القناة مع احتفال المصريين بعيد الأضحى غدا الثلاثاء، والذي تمثل ذبح الأضاحي إحدى الشعائر الرئيسية التي يطبقها الكثير ويفضلها المصريين في اليوم الأول، في حين يمكن الذبح خلال الثلاث أيام التالية. ولذلك يرصد لمتابع أسعار أجرة الجزار لذبح الأضاحي خلال هذا الموسم وفقا للأسعار الرسمية. فبالنسبة لتعريفة ذبح العجول والتي تتنوع بين الجاموس والبقر، وذلك بالنسبة للأحجام الكبيرة التي تبدأ من 300 كيلو جرام حتى 700 كيلو جرام، فتتراوح أسعار الذبح بين 1200 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه بالتعبئة والتغليف وحسب مكان الذبح. أما بالنسبة لذبح الجمال فتتراوح بين 1200 و1300 جنيه للجمل، وذلك بخلاف مصاريف التعبئة والتغليف والتي قد تصل إلى 100 جنيه. وأخيرا فإن أسعار ذبح الأضاحي المتمثلة في الخراف والماعز فتتراوح قلة الذبح بين 200 جنيه وتصل إلى 300 جنيه بأعمال التعبئة والتغليف، فيما تقل كثيرا تلك التسعيرة في القرى والتي يفضل أهلها الذبح بأنفسهم، فإنها تتراوح من 50 إلى 100 جنيه. متابعينا كل عام وأنتم بخير، ربنا يعود عليكم الأيام بالخير واليوم بالبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.